ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، النهاردة إن شاء الله معانا الفصل الأول من قصة طموح جارية. طموح جارية دي القصة بتتكلم على شجر الدر أو شجرة الدر. طيب إيه القصة بتتكلم؟ باين من عنوان القصة إن هي بتتكلم على الطموح اللي كانت عند شجرة الدر اللي وصلتها من إن هي تكون جارية تباع وتشترى في الأسواق، لأن هي أصبحت ملكة لمصر بتحكم مصر في فترة من أصعب الفترات في تاريخها. القصة دي المؤلف بتاعها اسمه إبراهيم الجمل. طيب تعالى كده نشوف الفصل الأولاني بعنوان دعاء. دعاء مين اللي بيدعي؟ بيقول لك إن المؤذن خرج قبيل صلاة الفجر بيدعو إلى الله ويتوسل أن يفرج الكرب ويدفع البلاء ويرد عن أمة العرب ما يحيق بها من بلاء الفرنج وشرور التتار. كان في خطرين كبار جدا خارجيين أحاطوا بأمة العرب في الوقت ده في العصر الأيوبي. أول حاجة خطر التتار وخطر الفرنج. التتار كانوا بيكتسحوا البلاد في ضراوة، يعني في قوة وفي شجاعة وفي شدة، وبيهدموا أمم وممالك. وكمان الفرنج اللي جم من أوروبا وكانوا بيحتلوا البلاد في فترة الحروب الصليبية. طيب الفرنج تجرأوا على العرب بسبب نزاع الأمراء على الملك وتطحنهم على السلطان. للأسف في الفترة دي كان العرب عندهم ضعف شديد جدا بسبب الأمراء. أمراء بني أيوب كانوا متنازعين متباغضين، كل واحد فيهم بيفكر إن هو يحصل على مكتسب من مكتسباته. ممكن تلاقي الأخ بيهجم على أخوه في المملكة بتاعته، بيحاول إن هو يحتل الأرض بتاعته أو كذا. طيب يبقى تجرأ الفرنج على العرب بسبب نزاع الأمراء على الملك وتطحنهم على السلطان. طيب المصلون لما سمعوا المؤذن بيدعو بيتوسل إلى الله أمنوا على دعائه وسألوا ربنا إن هو يلهم العرب الصواب وينبههم إلى ما يحيط بهم من الأخطار، وإن هم يعودوا لوحدتهم عشان يتمكنوا من تطهير أرضهم من الفرنج اللي دنسوها، وما دنسوهاش غير لما شافوا ضعف العرب بسبب تنازعهم على الملك وتطحنهم على السلطان. طيب مين هي شجر الدر؟ شجر الدر أو شجرة الدر كانت جارية اشتراها الملك الصالح نجم الدين أيوب بعد أن مزق التتار شمل قومها وقوضوا ملكهم. اشتراها نجم الدين، أحبها ووثق بيها وأعطاها حريتها لما رزق منها بابن اسمه خليل، فبذلك أصبحت من الإيه؟ من الحرائر. شجرة الدر واقفة والمؤذن بيدعو الله وهي بتأمن على الدعاء، وقعدت بقى تحكي قصتها ان هي كانت جارية وبعدين أدركتها رحمة الله فأصبحت من الحرائر بعد أن أنجبت ابنها خليل. نجم الدين كان ابن الملك الكامل حاكم مصر، والملك الكامل كان عنده ولدين، نجم الدين وكان عنده سيف الدين. لكن سيف الدين كان من أم تانية، كان من سوداء بنت الفقيه. سوداء بنت الفقيه كانت بتحب سيف الدين وكانت عاوزاه هو يبقى ولي العهد، فأقنعت الملك الكامل إن هو يخلع نجم الدين من ولاية العهد ويعين ابنها سيف الدين يبقى ولي للعهد. طيب شجرة الدر كانت بتدعي ربها أن يحفظ لها ابنها خليل وأن يساعد زوجها نجم الدين أن يعود إلى مصر سلطانا عليها بدل سيف الدين، ويرجع ان هو يبقى حاكم مصر. طيب شجرة الدر كانت بتحب مصر جدا وبتحب اهل مصر جدا. طيب ليه عللت حبها لمصر؟ قالت وهل ينسى احد مصر، وقالت ان هي بتحب مصر بسبب النيل اللي بيمشي مختال بين شاطئيه، وقالت كمان ان شعب مصر شعب لطيف ودود حليم كريم. طيب كانت بتتمنى ان زوجها نجم الدين يمسك يكون حاكم على مصر. ليه؟ لان اللي بيملك مصر يستطيع ان يفعل الكثير والكثير، لان مصر قوة هائلة بشعبها وجيشها، ويخشى العدو بأسها، وبجيش مصر وجيش الشام العرب هيستطيعوا ونجم الدين هيستطيع ان هو يصد خطر الفرنج وان هو يهزم التتار. يبقى لأن مصر قوة هائلة بشعبها وجيشها وبجيشها وجيش الشام يستطيع نجم الدين أن يفعل الكثير والكثير. طيب
شجرة الدر قعدت فكرت ان في عشان نجم الدين يوصل لحكم مصر في عقبات كتير هتعترض نجم الدين. ايه هي العقبات دي؟ اول عقبة واكبر عقبة كانت سوداء بنت الفقيه اللي هي ام سيف الدين زوجة الملك الكامل، دي كانت اكبر عقبة. ليه اكبر عقبة؟ لان هي استطاعت ان هي تقنع زوجها الملك الكامل ان هو يخلع نجم الدين ايوب من ولاية العهد ويولي مكانه سيف الدين اللي اصغر سنا واقل منه كفاءة وخبرة. مش كده وبس، دي كمان خلت الملك الكامل ان هو يقصي نجم الدين عن مصر، خلته امير على الصغور في الشام عشان يروح يواجه الاعداء ويخلو الجو ليها ولابنها سيف الدين. يبقى كانت اول عقبة واكبر عقبة من العقبات اللي حلت دون وصول نجم الدين لحكم مصر، اول حاجة سوداء بنت الفقيه. تاني حاجة التتار. التتار كانوا بيسرعوا في ضراوة لاكتساح البلاد العربية كما اكتسحوا غيرها، والتتار دول جم من آسيا، وهم دول اللي هدموا ملك الخوارزمية اللي هو قوم شجرة الدر. تالت سبب من الأسباب أو من العقبات اللي بتحول دون وصول نجم الدين لحكم مصر هم الروم الذين لا تهدأ جيوشهم ولا تكف عن غزو مصر والشام. رابع سبب أو رابع عقبة من عقبتهم أمراء بني أيوب المتنازعون المتباغضون، كل واحد فيهم بيعمل لنفسه غافلا عما حوله ناسيا ما يحيط به من الوحوش الضارية، والوحوش الضارية دي بيقصد بيها التتار والفرنج. يبقى دي كده الأربع أسباب. دار حوار بين شجر الدر ونجم الدين، قالت له الحاجات اللي دارت في خاطرها والعقبات اللي حالت دون وصول نجم الدين لحكم مصر. قال لها انت نسيتي عقبة مهمة جدا. قالت له ايه هي؟ قال لها يعوزنا جيش قوي. يعوزنا يعني ينقصنا جيش قوي نواجه به الأعداء ونحقق به الأمان. راحت جاية شجرة الدر تدخلت في الأمر ده وقالت هذا أمر سهل ويسير، أنا سيد قومي الخوارزمية، ده أنا قومي الخوارزمية كانوا أتباع السلطان جلال الدين الخوارزمي ودول محاربون أقوياء، وعملت شجرة الدر على أن تقوي العلاقة ما بين نجم الدين من ناحية وقومها الخوارزمية من ناحية حتى يكونوا عونا لنجم الدين في حروبه. كده انتهى الفصل الأولاني من فصول القصة. أشوفكم إن شاء الله في الفصل الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.